عليكم سلام. شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم، وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم، وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانا، فالعم يزيد يرحب بكم، وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانا، العم يزيد يرحب بكم، وألف تحية يهديها لكم. يرحب بكم، وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا، العم يزيد يرحب بكم، وألف تحية أهديها لكم. شكرا 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 شكرا. مرحبا بكم مرحبا بكم في هذا، مرحبا بكم. شكرا شكرا. عمو يزيد جد سعيد يرى معكم اليوم في هذه المدينة المضيافة، المدينة الجميلة، مدينة الكفاح، مدينة المجاهدين، مدينة الشهداء، مدينة جميلة جدا 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 نعتز بها. إذن أحبائي رانا اليوم في هذا الحفل الجميل اللي عمو يزيد أبى إلا أنه يحضر معكم هنا في برج الأمير خالد في هذا الحفل تحت إشراف السيد الوالي من تنظيم مديرية الثقافة وقطاع الثقافة لولاية عين دفلة. هذا الحفل برعاية مجمع الشروق، شركة رامي، وشركة شيبس مهبول. أحبائي عندكم كتاب، عندكم كتاب بين يديكم، هذا الكتاب اللي راهو عندكم هو هدية من عند عمو يزيد وشركة رامي. حبينا هذا باش تفهموا، هذا رابع سي دي لعمو يزيد، درنا ربعة تاع السي دي. حبينا يكون عندكم أغاني مستوحاة من الواقع الاجتماعي الجزائري باش تساعدكم في الدراسة وتساعدكم في حياتكم اليومية، وتساعد حتى الأولياء في تربية أولادهم. كل هذه الأغاني كاتبينهم شعراء جزائريين، ملحنين جزائريين، والمؤدي جزائري. إذا نعتزوا بهذا الإنجاز. واش رأيكم نروحوا لأي صفحة؟ أعطي كتب الأصدقائنا، نروحوا الأغنية. أنا نحب، تحبوا الألوان، الألوان الجميلة. يلا إذا نروحوا الأغنية ألواني، عندي علبة ألوان، صفحة 11. يلا صفحة 11، برافو برافو برافو. ألواني نقول فيها عندي علبة ألوان، أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كهف البستان. فوالا تغنوا كامل معايا، عندي علبة ألوان. يلا معايا، عندي علبة ألوان، أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. عندي علبة ألوان، أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما
الأنوار شمسا بالأخضر ورق الأغصان بالأحمر عنبا وتفاحا بالأزرق ماء الخلجان ونور بالأصفر شمسا بالأخضر ورق الأغصان بالأحمر عنبا وتفاحا بالأزرق ماء الخلجان عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان ألون بها رسوما باهية كورد البستان عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان ألون بها رسوما باهية كورد البستان بالأسود توتا وزيتونا والأبيض ثلج الوديان أبدع بالألوان جمالا تهتف أمي يا فنان بالأسود توتا وزيتونا والأبيض ثلج الوديان أبدع بالألوان جمالا تهتف أمي يا فنان عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان ألون بها رسوما باهية كورد البستان عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان ألون بها رسوما باهية كورد البستان شكرا 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 شاطرين شاطرين الألوان أحبائي إن الله جميل ويحب الجمال جمال الطبيعة الألوان يا أحبائي كما تباركم باهين بهذه الألوان لكم لابسينهم وكامل الإنسان لازم يحب الجمال والجمال يعني كذلك النظافة أحبائي الإنسان يكون دائما نظيف باش يكون جميل تعالي 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 إذن واسمك بنتي؟ أولا الله يبارك كيف فرحانة لك هنا؟ إيه كيف فرحانة؟ تقعدي مع مو يزيد هنا؟ إيه خلاص نخلوها معنا هنا ديولها مكان جميل هلا مكان جميل عمو يزيد يحب كامل الأطفال واش رأيكم؟ عطيني كتاب أصدقائنا واش نغنوا؟ قلمي بالشرط أنكم تكونوا مثابرين في الدراسة تحبوا الدراسة القلم هو وسيلة للتعلم يا أحبائي بالعلم ترقى الأمم العلم نور برافو اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحدي برافو اطلبوا العلم ولو في الصين برافو برافو أحبائي العلم نور العلم نور قبل ما نروحوا للعلم واش رأيكم أحبائي عندي سؤال الأمير خالد هو ابن الأمير عبد القادر ها حفيده برافو برافو الأمير خالد هو حفيد الأمير عبد القادر راح نعطيكم سؤال الأمير خالد معروف عليه أنه كان في المقاومة وكان دائما دائما يندد بالاستعمار وكان دائما دائما يكافح ويناضل من أجل حقوق الجزائريين لزانديجان كما يقولوا في آخر عمره في آخر عمره في النضال والكفاح قبل ما يروح على بالكم باللي في الأخير الاستعمار الفرنسي نفاه ذهب إلى المنفى إذن أحبائي حفيد الأمير عبد القادر الأمير خالد في آخر عمره في سنة المنفى عين رئيس شرفي لحزب جزائري كان ينشط في هذاك الوقت ما اسم الحزب وفي أي سنة معليش أعطولي جواب واحد برك يكفيني باش نعطيكم جائزة واسم هذاك الحزب الذي عين الأمير خالد في آخر عمره في سنة المنفى كرئيس شرفي صعبة ها؟ لا لا جمعية العلماء المسلمين ما هوش حزب مش نتفهم هو جمعية
حزب العمال. حزب العمال كان مازال ما كانش يا وليدي. هذه معليش في آخر عمره، على بالكم باللي الأمير خالد نفاه الاستعمار الفرنسي نتيجة لنضاله وكفاحه من أجل المساواة، من أجل حقوق الجزائريين لزنديجان اللي كانوا يعيطون في هذاك الوقت. نفاوه في سنة، نفاوه في هذيك السنة عين، يعني عطوها رئيس شرفي لحزب جزائري كان ينشط في هذاك الوقت، تعرفوه؟ واسمه؟ لارندي. واش كنت تهضروا؟ الأمير خالد توفي في سنة 1936، يعني ما كانت حتى الجزائر مازال ما استقلتش. هذا الحزب كان ينشط إبان الاستعمار، يعني في وقت الاستعمار. وعرة خلاص نجاوب وحدي وندينا السؤال. واسمه؟ لا لا حزب لقاء. لا لا يلا أولياء عونوا ولادكم. يلا يلا شكون؟ تعالي تعالي أعطي لها الميكرو. واسمك بنتي؟ لبنى. لبنى شحال في عمرك لبنى؟ 8 سنين. 8 سنين وشاطرة هكذا. وش مسنة الدرسي؟ 5. سنة الخمسة؟ الله يبارك شاطرة في الدراسة، الله يبارك. واسمه الحزب هذا؟ نجم شمال إفريقيا. نجم شمال إفريقيا يا أحبائي. شكون اللي كان رئيس هذا الحزب هذاك الوقت؟ لا 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 الأمير خالد كان في المنفى. تعرفي شكون كان رئيس الحزب؟ ما قالوها لكش؟ عبد القادر. شكون؟ برافو. تعالي بنتي أروحي، جاوبتنا على السؤال وانتي جاوبتنا على السؤال، ولكن السؤال كان اسم الحزب. تعالي بنتي تعالي 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 أحبائي. الأمير خالد في سنة 1900 في أي سنة؟ ما قلتوا ليش؟ مات في 36 هو الله يرحمه. تعالي تعالي إذن اسم الحزب؟ نجم شمال إفريقيا. برافو. أعطي الميكرو للشابة هذيك تقولنا، تقولنا شكون اللي كان رئيس الحزب في هذاك الوقت. أعطي للشابة هذيك هاي لك فوالا. يلا واسمك بنتي؟ وهيبة. وهيبة شحال في عمرك؟ 10 سنين. 10 سنين الله يبارك. شكون اللي كان رئيس الحزب هذاك الوقت؟ اللي كان رئيس الحزب هو ميصالي الحاج. ميصالي الحاج برافو 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 بنتي برافو برافو حبيبي لي شاطرة. إذن ولكن السؤال كان اسم الحزب، ولكن برافو بنتي شاطرة. في أي سنة؟ لا لا 1937 كان توفي الله يرحمه ويسع عليه، توفي في سنة 1936. معليش التكريم هذا وين ميصالي الحاج طلب منه باش يكون رئيس شرفي لحزب نجم شمال إفريقيا، كانت في سنة المنفى، هي في سنة 1926. يا أحبائي تاريخ بلادنا لازم نعرفوه، ما نسناوش الناس تجي تعرفنا تاريخ بلادنا، حنا نعرفو تاريخ تاع بلادنا. يا أخي يا أحبائي أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاعها. إذن لبنى الشاطرة عمو يزيد وشركة رامي يعطوك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها. شكرا. العفو العفو بنتي تفضلي تفضلي، تقدري تبقاي معنا، ابقاي معنا لبنى هنا، ديولها حنا الشاطرين يبقاو معنا، ديولها مكان. قلتوا لي أغنية قلمي، إذن قلمي أي صفحة؟ قلمي 4. يلا صفحة 4. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك
انقسمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي، به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري، به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي، قلمي قلمي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان، كل علم دونه وروى تاريخ الأزمان، فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. قلمي قلمي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي، قلمي قلمي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي آية من القرآن، وهو أول خلق الله، سخره الرب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلمي آية من القرآن، وهو أول خلق الله، سخره الرب المنان له في الدين والدنيا مكان. بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. شكرا شكرا شكرا، برافو برافو أحبائي. بالعلم ترقى الأمم، العلم ثم العلم. أحبائي، شحال من مرة في اليوم لازم نغسلوا سناننا بالفرشاة؟ شوفنا أصدقائنا، راح نشوفوا نختبروا المعلومات نتاعكم. شاطرين، اللي يكون منا ما عندوش حق في الجواب، لازم يكون ملهيك، هاد الشيء مفروغ منه يا أخي. إذن شوف صديقتنا هذه، واسمك بنتي؟ ملاك. ملاك، شحال في عمرك ملاك؟ 10 سنين. الله يبارك بنتي، عجبك الكتاب؟ ايه. هذه الأغاني؟ ايه. الله يبارك، شحال من مرة في اليوم لازم نغسلوا سناننا؟ 3 مرات. 3 مرات، برافو برافو. شكون يقدر يقول لي تاني كم الوقت اللي لازم نغسلوا فيه سناننا؟ شاطرين، شوف الشاطر هذا. واسمك وليدي؟ ناصر. ناصر، شحال في عمرك ناصر؟ 10 سنوات. 10 سنوات، ما هي المدة اللي نغسلوا بها أسناننا؟ كم من دقيقة؟ 10. أباك 10، وين نروحوا؟ نروحوا ونرجعوا ونزيدوا أقل من 10. شوف الشاطر اللي قدامه، واسمك ولدي؟ واسمك؟ رياض. شحال في عمرك رياض؟ 9. 9 أيام؟ 9 سنوات. 9 سنوات. شاطر. ما هي المدة اللي لازم نغسلوا فيها سناننا؟ 3. 3 واشن؟ 3 مرات.
داكور، ولكن المدة كم من دقيقة؟ قل لي. ساعة. ساعة. هذا هو أحب يعاقبكم، هذا مش يقول لكم غسلوا، هذه عقوبة. شوف منا، شوف منا، شوف الشاطرة هذه. واسمك؟ عبير. عبير، شحال في عمرك عبير؟ 10 سنين. شحال في عمرك؟ 10. 10، 10 أيام؟ 10 سنين. 10 سنين، الله يبارك. ما هي المدة اللي غسلوا فيها أسناننا؟ 5 دقائق. لا 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 لا. أحبائي، أحبائي، يا أحبائي، شوف الشطر هذا، شوف الشطر هذا. إيه، واسمك؟ سيد أحمد. واسمك؟ سيد أحمد. سيد أحمد، شحال في عمرك سيد أحمد؟ 10. 10 أيام؟ 10 سنوات. 10 سنوات. ما هي المدة اللي نغسلوا فيها أسناننا؟ 8 دقائق. 8؟ إيه. أوكي، شوف الشابة هذه، واسمك بنتي؟ شيماء. شيماء، شحال في عمرك شيماء؟ 12 سنة. 12 سنة، الله يبارك. شحال المدة؟ ثلاث سوايع. أنا قلت لكم راه معولين عليكم يعاقبوكم باش تكرهوا كاع البصاص. معليش معليش، اللي يكون منا ما عندوش حق في الجواب. هكذاك بس كون نبداو هكذا ما تفرش، لازم يكون ملهيك. شوف الشاطر هذا، واسمك ولدي؟ محسن. محسن، شحال في عمرك محسن؟ 12 سنة. 12 سنة، ما هي المدة تاع 3 دقائق؟ 3 دقائق يا أحبائي، 3 دقائق. 3 دقائق. كاين حاجة أخرى، على بالكم باللي فرشاة الأسنان ماهيش أبدية، اني با ايترنال لافوسادون، لازمها تتغير. شحال من مره في السنه وبعد كم من شهر لازم نغيروا فرشه الاسنان؟ شكون اللي يعرف؟ شوف الشاطره هذه، واسمك بنتي؟ هاجر. هاجر، شحال في عمرك هاجر؟ 10 سنوات. 10 سنوات. بعد كم من شهر ولا من سنه نغيروا فرشه الاسنان؟ شهر. شهر واحد. سخامي غالية لوالديك يا بنتي، سخامي لهم غالية. كل شهر؟ لا لا، ماشي كل شهر، شوية احنا نحافظوا على الأولياء تاني. يلا، شكون اللي يعرف شحال؟ لا لا، شحال شهر؟ لا لا. شوف الشاطرة هذه، عاودي لنا اسمك بنتي. ملاك. ملاك، شحال قلتي لنا في عمرك؟ 10 سنوات. 10 سنوات. بعد كم من شهر نغيروا فرشاة الأسنان؟ 3 أشهر. 3 أشهر يا أحبائي، كل فصل. على بالكم ممكن يكون حاجة طريفة مع الأولياء، كل فصل، لما يبدأ فصل الشتاء نغيروا فرشاة، فصل الخريف الفرشاة، فصل الربيع، فصل الصيف. إذن تغيير الفرشاة مرة كل 3 أشهر. تعالي بنتي، تعالي تعالي تعالي، جيبوها، تعالي بنتي، أرواحي. إذن أحبائي، أرواحي بنتي، أحبائي، تغيير فرشاة الأسنان مرة في الفصل، يعني كل 3 أشهر. أشهر، أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاعها. على بالكم علاش عمو يزيد راهو يسقسي فيكم هكذا؟ لأنه درت لكم أغنية تاع الدرسة، درستي، أعطيه الهدية تاعها. إذا بنتي شيبس مهبول راعي برنامج مع مو يزيد يعطيك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفادي بها. برافو بنتي، تحبي تقعدي معنا؟ قعدي معنا، تفضلي هنا. برافو برافو. تغنوا معايا أي صفحة الدرسة؟ الدرسة أي صفحة؟ لا 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 لا، الدرسة أي صفحة؟ 8، صفحة 8. طاح الليل والظلمة والدرسة توجع فيك يا بابا ويا ماما. تغنوها معايا. ولكن يا أحبائي لازم توعدوا عمو يزيد باللي راحين تغسلوا سنانكم بالفرشاة والمعجون. يلا غنوا كامل معايا، فتحوا كاع الكتب، صفحة 8. يلا معايا كامل. أي 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 أي، طاح الليل والظلمة
يا ولدي بلاك صبر عليا حتى يطلع النهار ويبان الحال شوية. والطبيب راهو نايم نايم نومة هانية، يا كان يا وصيتك غسل سنانك العشية. بالفرشات والمعجون غسلهم صبح وعشية، وزيد تهلا فيهم تبقى سنانك قوية. والسوسة ما تعرفهم تبقى دايما محمية. أحبائي، وش هي الحاجة الإنسان بالمرات الإنسان ما يكونش عنده باش يتصدق، ما عندوش باش يتصدق، وش يدير؟ قولي لي بنتي، شوف الشطرة هذه وش تقولنا؟ واسمك بنتي؟ رميساء. رميساء، شحال في عمرك؟ 12 سنة. الله يبارك. الإنسان كي ما يكونش عنده باش يتصدق وش يدير؟ الابتسامة يا أحبائي، مهمة جدا جدا جدا. عمو يزيد في أغنية الخير: لأني مسلم أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. وش يقول عمو يزيد؟ إن ليس لك بما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة فابتسم له ولا تقلق، فالبسمة في وجهه صدقة، أما السائلة فلا تنهر، وأما اليتيمة فلا تقهر. صدق الله العظيم. من أي سورة هذه الآية؟ شكون اللي قلنا ورا صديقي؟ روح نشوفه منا شوية. روح منا. واسمك بنتي؟ رزان. رزان، شحال في عمرك رزان؟ 12 سنة. 12 سنة، الله يبارك. من أي سورة هذه الآية؟ الضحى. سورة الضحى، برافو. تعالي 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 رزان، تعالي تعالي بنتي. شكون اللي يقدر يقول لي رقم الآية؟ رقم الآية؟ قولي لي بنتي شحال؟ 14. لا 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 لا، تعالي بنتي أروحي قدامي. واش عرفت؟ 39. لا لا شحال؟ 16. لا لا 17. لا لا 8. لا لا 10. لا لا 9. برافو، الآية 9. أما السائل فلا تنهر. يا أحبائي، بالمرات الإنسان يكون يحب يدير الخير وما عندوش، ما لازمش تنهر الإنسان، فقط ابتسامة تكفي. بالمرات المساعدة مش شرط أنها تكون مادية ومالية، المساعدة ممكن أنها تكون معنوية. أعطيني الهدية تاعها. إذن بنتي رامي راعي هذا البرنامج يعطيك هذه الهدية، إن شاء الله تستفادي بها. العفو العفو بنتي، ديروا لها مكان تقعد معنا، ديروا لها مكان. إذن صفحة 10. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. يلا أحبائي تغنوا معايا هذه الأغنية: لأني مسلم قلبي حنين. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم
مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات، لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات، لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. برافو 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 أحبائي. فعل الخير، فعل الخير مهم جدا. إلا ما عندكش باش تتصدق، على الأقل اصرف على الناس الأذى، اصرف على الناس الأذى. ما تقدرش تدير الخير ما ديرش الشر يا أخي. أحبائي فعل الخير مهم جدا 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 في المجتمع. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. احنا نشكروا بزاف عمو يزيد كي جاء البلدية تاعنا وفرحنا الدراري. نشكر عمو يزيد اللي جاء مدينة تاعنا برج أمير خان. أشكر عمو يزيد مع رحينا على برج أمير خالد مع أطفال، المهم فرحهم. أشكر عمو يزيد الذي قام بهذا الحفل وفرح كل صغير وكبير، نطلب من أن يعيد هذا الحفل مرة أخرى. نشكر عمو يزيد اللي جاء فرحنا كاع الأولاد، وإن شاء الله يعاود يجي مرة واحدة أخرى لبرج أمير خالد. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدول وهيا نصفق ونغنيل، وسوف نهديك هدية عيد ميلادك. هيا نصفق ونغنيل. هذا البرنامج برعاية رامي.
شيبس مهبول قدم لكم هذا البرنامج.